أعزائنا المشاهدين، اليوم جبنا لكم أكلة مو طبيعية من الصين. هنا نجيب كرشة مال أي حيوان بكيفكم، حتى لو مال أسد حمار ننظفها تنظيف زين، نوفر من عندها البراز، نحطها على صفحة، بعدين نجي نقطعها إلى شرائح. نجيب البراز، بوصلة أو قطعة قماش تكون شفافة، ونصفي البراز، بعدين نلف خضار ونلفها بمن بالكرشة أو شرائح الكرشة، بعدين نجيب دين نحط عليه فلفل، نحط عليه فلفل حار طبعا، ركزوا، بصل هواية، زنجبيل، بعدين نجيب سائل البراز. عزيز المشاهد لاحظ لاحظ، وتكثري ملح، 10 كيلوات ملح، 7 كيلوات ملح، كيفك؟ نشغلي النار، تجيبين الكرشة بدون ما تطبخينها، تدخلينها بصلصة البراز، و العافية عليكم. طبعا هذا الطبق مشهور صيني، شفته بأكثر من فيديو، ممكن أسوي لكم فيديو ثاني أوضح لكم بشون أكو طرق ثانية يدخلون البراز كله بالكرشة ويصير بيهم هالمرة مو كورونا وإنما كاكارونا.